For a few minutes. من فضلك في حجز هنا اوضه باسمي. أنيسة جيهان فؤاد؟ ايوه ايوه يا فندم، الحجز موجود باسم حضرتك فعلا. ممكن تستريحي دقايق بس في اللوبي؟ استريح ايه؟ من فضلك انا تعبانه جدا ومش نايمه بقالي يومين، انا عايزه الاوضه دلوقتي حالا. ربع ساعه بس يا فندم، عشان الجست اللي قبل حضرتك لسه عامل تشيك اوت والهاوس كيبنج بينظفوا الاوضه. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. لو سمحت عندكم حجز باسم عادل حجازي. حاضر، ثانية واحدة. طيب ممكن حضرتك تستنى دقيقة واحدة بس؟ هشوفهولك حالا. قليل بني آدم قليل الذوق ده، زي أكل من البسكويت بتاعي بدون إذن. جد قليل الذوق. طب أعمل إيه أنا دلوقتي معاه؟ علبة البسكويت في راسه وامشي ولا اعمل ايه؟
استاذ عادل حجازي فندم بندعو على حضرتك. حاضر سي. راجل بارد بصحيح. ايه ده؟ يا دي كسوف. انا عملت ايه؟ اكلت بسكويت الراجل؟ لو سمحت، هو الاستاذ اللي كان هنا من شويه اللي هو طويل كده وبدقنه وشعره كيرلي كده، هو راح فين؟ أني استاذ؟ كان معاه مجله زي دي. استاذ عادل حجازي. اه ده طلع قطه يا فندم. طب ممكن تكلمه لي لو سمحت؟ حاضر. الو مستر عادل، في أنيسة هنا. جيهان. في أنيسة جيهان هنا عايزه تكلم حضرتك. مين جيهان؟ طب اديها لي اكلمها. معاك يا فندم. الو. اهلا وسهلا يا فندم. انت بتاعت البسكوت. عجبك البسكوت؟ طب الهنا والشفا. لا لا يا فندم، حصل خير. ماشي. بقول لك ايه؟ أنا عايز تعويض عن نص علبة البسكوت بقى. تسمحي لي أعزمك على عشاء حلو النهارده؟ نعم، نتعشى سوا؟ لا على فكرة أنت فهمتني غلط خالص. أنا لا بخرج ولا بتعشى مع حد ما أعرفوش. أنا بس متصلة علشان أعتذر وأوضح الموقف. وإذا كان على تمن علبة البسكوت أنا ممكن أبعتهولك. سلام. مفيش مكان فاضي لو سمحت. أنا آسف والله مفيش مكان فاضي. طب أنا أعمل إيه؟ عايزة أتعشى. حضرتك في مكان ورا فاضي عند الأستاذ هون. لا شوف لي ترابيزة تانية غير دي لو سمحت. أنا بعتذر لحضرتك. طب خمس ثواني بس بعد إذنك. بعد إذنك الأستاذ خلص عشاء تقدر حضرتك تفضل. طيب ميرسي، أنا متشكرة لذوقك. مساء الخير. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. معلش بعتذر لو أزعجتك، هو الويتر قال لي إنك خلصت العشاء. لا أنا فعلا خلصت العشاء، بس كنت مستني الحلو، والحلو وصل. يعني أنا بسمع خبراء التغذية بيقولوا إنه المفروض ناكل الفاكهة قبل الأكل، يعني مش عارفة. ماشي. هي إيه يعني؟ ما يعني دي مش بروبلم يعني. أصل الحلو حلو وبيجي في أي وقت. حضرتك هربتي مني النهاردة، أنا عزمتك على عشاء وأنت رفضتي. شوف القدر بقى، جمعنا على نفس الترابيزة في نفس اليوم. القدر ده قديم قوي. انا فعلا قديم شويه. شوف افلام قديمه بقى، ابيض واسود واغاني قديمه كده بس ده حلو برضه ولا ايه؟ طبعا حلو قوي. مود يعني. هو انت اسمك ايه؟ عادل حجازي، ماركتنج في شركه عقارات كده يعني. وحضرتك؟ انا جيهان فؤاد، وبشتغل مضيف الطيران بس حاليا في اجازه. حلو. انا بحب السفر قوي فعلا. بس عندي فوبيا بقى، بخاف. ليه كده؟ معرفش كده من وانا صغير يعني. الا بالنسبه لي دي يعني، انت هنا اجازه لوحدك يعني؟ يعني اهلك مش معاكي؟ اصل انا ما بشوفش حد معاكي. لا انا اهلي كلهم في امريكا وانا عايشه هنا لوحدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك.
والله زي ما بقول لك. ومره احنا رحنا اسكندريه مع شريف ده وقال لنا ان انا بمشي وانا نايم، وفضلنا خايفين عليه وقلبنا وقع في رجلينا لحد ما اكتشفنا ان هو كذاب. ده ابن الذين، ده نمره بس دمه خفيف. لا دمه تقيل قوي. انما اقول لي انت ليه يعني ما قلتليش ان علبه البسكويت بتاعتك وسبتني اكل منها كده؟ طب انت كنت فاكره انها بتاعتك ما قلتيش حاجه؟ يعني انا كنت مكسوفه بس كنت مفروسه منك وعماله اقول هو ازاي يعني ما يستاذنيش وياكل من البسكويت بتاعي. ليه انت بخيله؟ ده بسكويت عادي. يا لا مش بخيله بالعكس. بصراحه ما بحبش حد ياخد مني حاجه غصب عني. انا بصراحه انت صعبت عليا، قلت يعني شكلها جعانه كده وغلبانه ومعاش فلوس وبتستعبط، خليها تستعبط. بس انا غلست عليك في الاخر وخدتها معايا. انت شكلك بجد نمره، انت دمك خفيف زي صاحبك بالظبط. لا صاحبي ايه، ما احنا قلنا دمه تقيل بقى. ايه ده؟ المكان فاضي ومفيش حد موجود غيرنا، الوقت سرعنا خالص. بالعكس، احنا اللي سرعنا احلى 5 ساعات من زمان. جهانة أنا ممكن أخذ رقم تليفونك ولا إيه؟ شور 012. عادل، 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 تليفونك بيرن. الو الو، صباح الخير، ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي، مش ده رقمه؟ اه ده رقمه. انت مين؟ انت المدام؟ صباحية مباركة يا عروسة. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. ايه ده؟ صباح الفل على احلى عرض. ايه ده؟ موبايل بيعمل ايه معك؟ في واحده كلمتك اسمها هدى وعاوزاك تكلمها وبتقول ان انت زميلها في الشغل. مين هدى؟ انا ما عنديش زميله اسمها هدى على فكره. لا، واحده اتصلت دلوقتي وقالت لي انا هدى وعايزه استاذ عادل حجازي وصباحيه مباركه، فاكيد تبقى تعرفها ورقمها اهو. طب ماشي، كبري بقى، اكيد نمره غلط يعني. طب ما تكلمها تشوف مين دي. ما اكلمها ليه؟ انا اكلمها دلوقتي انا والقمر قاعدين. معلش كلمها، ما يجرش حاجه. ماشي. موبايل مقفول. بقول لك ايه، انا مش هحاسب على الطقم ده، انا حاسبت على الطقم اللي فات، مش سيره هي. ماشي يا عم، ما تيجي نرزل على الواد عادل زمانه صحي. تصدق فكره، انت جاي كده في اي رزاله يخرب بيت سنينك. طب رد على التليفون ده وافتح السبيكر. ارد ليه؟ معلش افتح السبيكر. رد. غريبة انت يا جهان. اهو. الو الو، صباح الخير يا استاذ عادل، انا من اشد المعجبات بتوعك على فكره. انا مين؟ انا شوقيه مسحات. خد خد داليا شعبات عايزه تصبح عليك. امسك يلا. صباح الفل. ايه يا عم بتقفش علينا كده ليه؟ اه انا وحبيبك شريف. قول له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعاده؟ شريف بيقول لك رفعت راسنا ولا كالعاده. بصوا يا جماعه، انا تهريج دم. الله، غزير بايخ يعني. اوكي؟ ده قفل. قفل؟ ما يكون زعل ياه. يا عم ازعل. تذكرت ولا ايه؟ اه. وانا ايه اللي قعدني مع ناس سكرانين بالشكل ده؟ طب مين اللي هيروحنا دلوقتي؟ ايه؟ هزار بايخ من ناس بايخين وسكرانين. اتأكدت بقى؟ سوري يا حبيبي، معلش حقك عليا. ما جراش حاجة، خلاص يا حبيبتي. حبيبتي.
ايه بقى؟ نفطر هنا ولا نفطر تحت؟ لا اطلب لي شاي بلبن الاول بعدين بقى ننزل نفطر تحت. ماشي شاي بلبن. شفتي الواد الحلو انا جبته لك؟ ميرسي يا حبيبي. حلو؟ حلو قوي جدا. بطلي قلة أدب بقى أنت كمان. هو إيه هو ده؟ لا يعني صباحة كويسة عادية يعني. ماشي هبقى أحكي لك بعدين. لا لا ده صاحي ونزل تحت يعني سبقني، أنا قلت له هغير هدومي بقى وألبسه كده وانزل. ليه يا بنتي؟ ما أنا مهتمة بيه. هو في إيه؟ ده أنا قاعدة حتى أتفرج على فيلم أبيض وأسود من اللي قال لي إنه بيحبه. أنا برضو؟ لا خالص بالعكس، ده النهاردة الصبح حصل حوار غريب جدا. واحدة اتكلمت وقعدت تتدلع في التليفون وتقولي انا زميلته وعايزة ابارك له وبتاع، وانا مشيتها يعني. امشي. فين الشكاكة دي؟ لا طبعا ولا شكاكة ولا غيورة ولا اي حاجة. لا لا طلع مش عارف واحد صاحبه وقال لي بيعمل فيه مقلب حاجة زي كده يعني. وبيني وبينك بقى انا ما بحبش اصلا الحركات دي، انا عايزة امشي عادل من اول يوم. وبعدين خدي بالك انا اصلا ما خدتش وقت عشان اعرفه يعني، هما كلهم ايه يومين ثلاثة. يا باي يا بنت البواحة دي، ما تبقيش باي خمال عادي يعني. صحابه بيهزروا معاه في ليلة الدخلة، بتحصل كتير. بت او يكون دمك تقيل. بطلي وبطلي الغنى اللي انت فيها دي، واحمدي ربنا ان جوزك عاقل. يا بت يا بت حرام عليكي، هو في حد راقي الرجالة اليومين دول؟ امشي امشي امشي، انت هتفضلي هبلة طول عمرك. مين قالك مفيش رجالة؟ العشرة منهم بتلات تعريفة. والواد حلوة شوية. طيب طيب خلاص يلا هلبس بقى وانزل عشان ملتقوش تحت كتير، وهبقى اكلمك بالليل. انت فين؟ عندك رحلة؟ لا انا في الاوتيل، عندي رحلة بالليل. طب يا ستي ربنا يهدي سركو، اعقلي بقى وانجوي. انت في شهر العسل ها؟ لا ادعي لي انت بس، ادعي لي كده ربنا يهدي سري وما تطلقش قبل الاربعين. ربنا يا ستي يهدي سركم ويبعد عنكم الشر. يلا بقى. مجنونة. حبيبي. حبيبي. تحفة. حلوة قوي فعلا. دي برضه شاي؟ لا بقى. انا شايف كويس. بص هدوقك من دي. لا. ليه؟ لا خلاص بجد مش قادرة اكل. والله دي حلوة. لا 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 عندي صداع والله مش قادرة، انا ما نمتش كويس على فكرة امبارح. صداع؟ ألف سلامة. اللي رايحه واللي جاي عمال تبص لها تبتسم لدي وبسبس لدي، هو انا ايه مش ماليه عينك خالص؟ يا اخي احترم نفسك شويه، ده احنا حتى ليله الصباحيه. امال لو متجوزني بقالك 20 سنه كنت عملت فيا ايه؟ هشام وطي صوتك، الناس كلها بتبص لي. ثانيا انا ببص بدور على الجرسون عشان يجيب لك حاجه للصداع اللي عندك. يا سلام يا غلبان يا مسكين يا حرام، انا ظلمتك ها؟ انا اللي مجنونه وغياره، لكن انت مؤدب ومحترم صح؟ وطي صوتي. مش هوطي صوتي. ايه ده؟ ايه العرف ده؟ جيهان جيهان الو عملتي ايه يا عروسه؟ ايه ده فيا جيجي؟ مالك؟ انت بتعيطي؟ طب اهدي اهدي بس خليني افهم ايه اللي حصل. لا يا نورة لا لا انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه. لا طبعا لا هسيبه، انا ما اقدرش اعيش مع واحد بزباط زي ده، ده بهدلني خالص، ده انا تعبت. لا طبعا لا هطلع، طبعا هطلع، انا ما اقدرش اعيش مع واحد زي ده. انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه، ده فرج الناس كلها عليا، ده المطعم كله كان بيتفرج عليا. اه طب جيجي معلش ثانية واحدة، خليكي معايا أنا راجع لك. ها خليكي معايا. ألو أيوة يا عادل.
ام سوري ان انا بكلمك دلوقتي. بصراحه انا ما عرفتش اكلم اي حد تاني. انت اقرب واحده لجيهان وزي اختها. هقول لك كلام بس ارجوكي ما تقوليلهاش ان انا كلمتك. انا بصراحه مش عارف اتعامل معاها خالص خالص. الغيره والشك اللي جواها هيدمروا حياتنا مع بعض اللي هي لسه ما ابتدتش اصلا. يا نورا اقول لك ايه ولا ايه؟ دي مجنونه، اقسم بالله العظيم مجنونه، مجنونه وهتجنني معاها. ايه في ايه؟ معلش يا عادل اهدى بس شويه، هي بتعمل كده عشان بتحبك. طب بص يا عادل، خليك معايا خليك معايا، ها انا راجعه لك على طول. ايوه يا جيجي انا معاكي. ايه اللي حصل بقى يا حبيبتي؟ اهدي بس شويه، العياد مش هيجيب نتيجه، اهدي علشان نعرف نفكر. انا هعمل المهضوم يمشي دلوقتي حالا. طب بص يا جيجي خليكي معايا، انا راجعه لك. معلش يا حبيبتي خليكي معايا ثواني. ايوه يا عادل. بص يا نوره ارجوكي حاولي عقليها، قولي لا احنا مش صغيرين عشان نعمل كده. يا حبيبي طب بس افهمني يا اختي. فصل، هفتكرني قفلت السكه في وشه. وبعدين بقى ايوه يا جيجي. يا نوره اسمعيني اسمعيني. طب بصي، طب اسمعيني اسمعيني بس. بصي التليفون هيفصل شحن، هشحنه وارجع اكلمك على طول. اوكي يا حبيبتي اهدي بس. اهدي اهدي يا جنات، اقعدي اهدي وفهميني ايه تصرفات الجنان اللي انت بتعمليها دي. ما تكلميني، انا بكلمك. بلم هدومي عشان اروح. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بقول لك ايه، ما تضغطش عليا، انا هاخد بعضي دلوقتي وماشيه. اوعى جيهان، ممكن تهدي شويه؟ مفيش اي داعي تتصرفي بالتصرفات الغبيه دي. احنا حاجزين هنا اسبوع، حتى لو اتخانقنا يعني لسه ما قضيناش مع بعض يوم على بعضه. حاجزين اسبوع؟ حقيقي؟ دافع اسبوع يعني؟ لازم نقضيه مع بعض؟ انزل بقى قضيه مع الولاد مشاعر اصفر اللي كنت بتعكسها، انا عن نفسي ماشيه. يوه كمان بتقولي يوه؟ انا مش فاهمه والله، هو انت ايه ما صدقت؟ صدقيني يا جيهان، أنا من أول ما قابلتك وأنا مش شفتش حد غيرك. أنا بشوفك أحلى ست في الدنيا، عشان كده أنا اتجوزتك. بس أنا عايزك يبقى عندك ثقة في نفسك أكتر من كده شوية. نعم، ثقة في نفسي؟ طبعًا عندي ثقة في نفسي، لكن ما عنديش ثقة في تصرفاتك. أنا عارفة إن أنا أحلى بنت في مصر كلها، لكن أنت اللي رايح واللي جاي عمالة تبص لها وتعاكسها، ويا ريتك بتبص وخلاص، أنت كمان بتاخد مقاسات. أنا؟ تصدق انك انت ظلماني؟ وحياتك عندي انت ظلماني. مجنون انا بقى. الو، هاي نورا. ايوه يا جيجي، طمنيني عملتي ايه؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ هو عادل جنبك؟ راجع انا وعادل، راجعين على البيت. ايه؟ يا نهارك اسود، راجعين على البيت ليه؟ يلا يلا هكلمك لما اروح بالليل. يا مجنونة مصحف، انتي مجنونة. طب انتي واضح انك مش عارفة تتكلمي. انا عموما قلت اطمن عليكي، لما ارجع من الرحلة ابقى اكلمك واشوف انتي عملتي ايه. جيجي عقلي، بطلي هبل، بطلي غيرة. مجنونة، باي باي. فينك يا نورة؟ تيجي تشوفي الخيبة اللي انا فيها دي. خيبة؟ انا بقيت خيبة؟ لا انا بخير. طب انا هسيبك وانام بقى. مش كده بقى، هتسيبيني على طريق سفر كده لوحدي وتنامي؟ افتح بقى مزيكا تسليك، تصبح على خير. يا جيهان انت متعبه قوي بقى، بس انت زي لحظه حتى وانت زعلانه. خلاص بقى خلاص، طب سيبني انام شويه بقى. انا ازاي واصحيك؟ يلا اتفضلي يا حبيبتي.
نورتي بيتنا يا احلى حاجه في بيتنا. لا يا سيدي انا لسه زعلانه منك. يو يا جيهان انا كل الطريق بصالح فيكي وانا ما عملتش حاجه اصلا. يا سلام ما عملتش حاجه اصلا. والبنت بقى انا ان شاء الله مش عارفه الفرد اللي كنت بتعكسها كانت ايه. خلاص يا ستي انا اسف حقك عليا. طب كده خليتيني نيجي على ملا وشنا كنا قاعدين ومبسوطين. معرفش بقى يا حبيبي انا زهقت من الاوتيل وقلت برضو نيجي هنا بيتنا يعني اريح. زهقتي؟ ده انت بتزهقي كتير قوي. انا كده يا حبيبي زهوقه بزهق من اي حاجه. انت زهوقه قوي بس انا ما زهقش. يا روحي. طيب بقول لك ايه؟ موضوع الاوتيل ده ما تجيبهوش على لسانك خالص. الاوتيل ده انت اللي اثرتي عليه عشان انت قلتي لي المكان ده تعرفنا على بعض فيه وحبينا بعض فيه فانا ماليش ذنب بقى. لا مش هعمل كده تاني اخر مره. كويس كويس كده. طيب يا حبيبتي عشان الدنيا الحلوه دي انا عازمك على العشاء في اي حته انت تختاريها. ايه رايك نرجع الاوتيل؟ لا كفايه ما تبسطهاش اكتر من كده. حبيبتي انت حبيبتي. طيب يا حبيبتي خلينا نطلع نغير ونفتح شويه عشان نخرج. ها اوكي بحبك قوي. مين اللي على التليفون؟ ده رامي صاحبي. طب ما ترد عليه تاني يا جيجي. ما ترد. الله رد عليه. الو يا رامي ازيك؟ افتح لك سبيكر. لا لا حبيبي انا في العشاء كده. أنا جيجي. ماشي رامي هكلمك على التليفون. مع السلامة. وريني التليفون. ليه بقى؟ كده عايز أشوفه في حاجة دي؟ وريني التليفون. اتفضلي. إيه؟ أكدتي؟ سوري يا حبيبي. سوري؟ مش هعمل كده تاني. ماشي يا ستي اهو. بتعمل ايه؟ هسجلك. سجلي ايه؟ عشان انا مش ضامنك خالص. هترجعي تشكي فيا وتظلميني تاني صح؟ لا خلاص حقك عليا مش هعمل كده تاني. اخر مرة. اخر مرة. طيب عشان انت طلعتي كده حلوة وأمورة كده. ايه ده؟ اتفضلي يا ستي. الله حلو؟ حلو قوي. ليه حبيبي كلفت نفسك؟ حبيبتي انا ما عنديش اغلى منك بس ما تعوديش على كده. مش كل مره هصالحك بدي كده يعني. ميرسي يا حبيبي ربنا يخليك ليا. حبيبتي
هيتجوز كلب بوليسي مش هيعمل معاه كده. انت بنتي مجنونه. انت مش كنت سهرانه معاه؟ بس وصلني وقال لي انا رايح اشتري سجاير. الله يكون في عونك يا عادل. اعمل ايه بس، انا بحبه بغير عليه. بتغير عليه ايه وحبتيه ايه؟ لحقتي تحبيه؟ اه بحبه، الواد قمر وحنين وكمان بيضحكني ودمه خفيف. يعني انت حبيتيه علشان دمه خفيف وبيضحكك؟ والمصحف انت هتموتيني. بقولك ايه، انا مش فاضيه لك، انا عايزه امشي. لا تمشي تروحي فين؟ عادي ما اخلص الحجر ده. لا حجر ايه، انا عايزه امشي. وبعدين تعالي وصليني عشان انا مش جايبه عربيتي. تروحي ده ايه، انت هتيجي تتغدي معايا بجد؟ اه طب اديني وقت. خدي. ايوه كده، ايوه بقى. طب تعرف بقى ان مراتك ما بتحبش السوشي؟ لا والله. يا سلام، ناس كتير قوي ما بتحبش السوشي. عشان تعرف بس ان انا اعرف حاجات كتير عنها انت ما تعرفهاش. اتلمي بقى، اتلمي يدوقي ورق العنب ده. لا خلاص خدت كتير قوي، مش قادر خلاص. لا ايه ده، انت ما حبيتيش اكلها بقى خالص. اكل ايه ده؟ انا اللي عامله المحشي. لا والله. يا سلام، يعني هو انت وقفتي جنبي وانا بحشي المحشي بقيتي انت اللي عاملاه؟ اه طبعا، مش لفيت واحده؟ عفخنه ولا ايه؟ شوفها من ايديكم يا جماعه، شوفها دايما حبيبي. دوق دي الهنا والشفا. ميرسي يا حبيبتي. اعمل لكم شاي؟ اوكي. ما تاكلي، هولع الشاي واجيلكم. ماشي. الحمد لله. نورا، انا عايز منك خدمه اخيره بقى. اؤمرني يا عادل. عايزك تكلمي جيهان تخفي من غيرتها شويه. أصل الموضوع ده مش محسسني بالأمان في المستقبل، وهيخليني أفكر إني أأجل خلفة منها. أنا بصراحة مش عارفة أقول لك إيه يا عادل. أنت بصراحة عندك حق، هي برضو مجنونة بتغير عليك بشكل فظيع. والله العظيم يا عادل أنا بكلمها من وراك كتير جدا وبقولها كده ما ينفعش وعقلي، بس أعمل إيه؟ مجنونة، معلش. هي برضو بتعمل كده علشان بتحبك، وأنا هكلمها لك برضو. هجيب لكم بقى ولا هجيب لكم عشاء؟ لا يعني ماشي. عندك موز؟ اما نورا دي بقى مره عملت فيها حته حركه. كان عندي رحله طويله وما ظبطتش الالارم بتاع التليفون، قلت لها بيصحيني. قالت لي اوكي. تخيل ما صحتنيش، ولقيتها بتكلمني من عطاره تقول لي قومي الحقي ميعاد رحلتك. طبعا ولا لحقت ولا رحت ولا جيت، وخدت حته خصم وتعاقبت بقى عقاب. اتحرمت من الرحلات يمكن شهر. انت مش فاهم نورا دي اصلا. انت حبيبتي بقالك ساعتين بترغي وتتكلميني على نورا، ايه رايك ندخل ننام وكملي لي حكايه الجوال؟ ليه حبيبي كده؟ ليه بتعاملني المعامله دي؟ يعني انا بتكلم معاك وبحكي لك حاجات وكده، يعني ليه بتسخف عليا؟ مش قصدي والله، انا لعست بس يا حبيبتي، لعست بس مش عارف. لا انا مش جاي لي نورا، انا هقعد اتفرج على المسلسل التركي النهارده. الحلقه 450. 450؟ اه. البطل بقى ايه، هيخون مراته بقى مع عاشقته. بس ايه، مراته هتقفشه. انا هرسفت. وانت مستنيه ام الحلقه دي عشان تنكدي على اهلي؟ ليه حبيبي نكد على اهلك ليه؟ انت يا حبيبتي بتطبقي كل الغيره دي وبتاع عليا. خالص ما تقولش كده، تقولش على نفسك كده، انت جميل. ماشي حسيت. انا مع السلامه. طيب يا حبيبي، جود نايت. جود نايت. مشكلة. هو انت غيرت الباسورد؟ ما غيرتش حاجة يا جماعة. قلت كابتن. هو ايه يعني؟ مش بتعملي ايه يعني؟ مش فاهم، ده موبايلي يا حبيبتي. هاتي. صباح الخير. انت من
فينك؟ بقالي مدة ما شفتكيش. وحشني؟ وحشني ده ايه؟ اتصلتي بيا يوم الصباحية ومراتي هي اللي ردت عليكي. عادل حجازي، مش ده رقمه؟ اه ده رقمه. انت مين؟ انت المدام؟ صباحية مباركة يا عروسة. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. قولي له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعادة؟ الو قفلي. عليك سهران تتسلى ومراتك نايمة؟ مراتك نايمة؟ طبعا ما انا نايمة على وداني، ما انا مغفلة. ما طربقتها على دماغك دلوقتي ما بقاش انا، انا بقى هفرجك. اصحالي بقى وفقلي كده، انا عايزة اعرف بقى مين هدى دي؟ فيها شيهان، انا لسه عيني رايحة في النوم. يعني عينك رايحة في النوم؟ لا فقلي بقى يا حبيبي، مين هدى اللي على الفيسبوك دي؟ هدى مين دي؟ ايه الفيسبوك ده؟ انا قلت لك هدى دي بالذات اي كلام، صحابي كانوا بيهزروا وفتحت لك سبيكر وسمعتك. لا الكلام ده بقى ما يخشش عليا يا حبيبي، انا بقى عملت معاها شاتنج على الفيسبوك واتكلمت معاها على اني انت وهي ردت عليا، وده معناه ان انت على علاقه بيها والعلاقه مستمره لغايه دلوقتي. خلاص بقى كفايه بقى، كفايه يا جيهان جننتيني. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ هو ايه ده اللي ايه القرف ده؟ رد عليا. ده كتير قوي يا جيهان، كتير قوي. هو ايه ده بقى كتير قوي؟ انت مريضه نفسيا محتاجه علاج. انا مريضه نفسيا محتاجه علاج؟ امال انت بقى انت ايه ان شاء الله؟ انت ازاي تدخلي على صفحتي في الفيسبوك وتدوري في خصوصياتي؟ انا مراتك. حتى لو مراتي ده ما يديكيش الحق انك انت تدوري في خصوصياتي. بعدين خدي بالك انت بتخلقي مشاكل من ولا حاجه. يا سلام، واللي على اللابتوب دي تطلع هي هدى دي ولا مش هدى؟ هترد عليا؟ ارد عليك اقول لك ايه؟ ما اعرفهاش، والله العظيم ما اعرفها. واحده بعتاني قاعده على الفيسبوك ما قابلتهاش، اعرفها ازاي؟ والشاتنج اللي بينك وبينها ده يطلع ان شاء الله. شاتنج ايه وزفت ايه؟ انا عرفت، يا ريت ما اتجوزت. يا نهار اسود، انت بتعلي صوتك عليا كده؟ خلاص يا سيدي، ما تطلعني وتخلصني. طلقك؟ انت مجنونه؟ احنا بقالنا اسبوع متجوزين وتقولي يا طلقك؟ ان شاء الله حتى نكون بقالنا يوم واحد. طلعني، انا معاش مع راجل خاين زيك. انت خاين وانا معاش مع واحد مريض زيك. انت عمال تشككني في نفسي وفي الاخر انا قفشاك اهو. انت مجنونه، اقسم بالله العظيم انت مجنونه. انا برضو اللي مجنونه. اه مجنونه. طب انا بقى هوريك الجنان يا عم. خلاص بقى، ما انا خلاص بقى زفت. الزفت ده انت فتحتيه اصلا. الله، ايه العريس اهو اهو، ايه العريس اهو اهو. الحمد لله على السلامه. عادل يسلمك يا شريف. الحمد لله على السلامه. ايه طمني، ايه اخبار الجواز؟ زفت. يا ساتر يا رب. في ايه يا عم؟
انت بتخزي العين ولا ايه؟ ما تخافش يا سيدي مش هنحسدك. ايه اللي بتخزي العين دي؟ ايه الجمله القديمه دي؟ انا قاعد مع خالتي بقول لك زفت. لا اله الا الله، ده انت ما كملتش اسبوع. في ايه؟ انت لحقت؟ في ايه يا عادل؟ انت بتستهبل؟ عامل نفسك مش عارف حاجه يعني؟ والله ما اعرف حاجه. جمال ده؟ ايه جمال ده؟ ايه ده؟ مش جمال خالص. ايه البوز ده؟ في ايه يا بنتي؟ تعالي خش. تعالي خشي يا دي نيلة على النكد. انت بنتي غبية نكد. هعمل لك قهوة. مش عايزة زفت. قولي لي ايه اللي حصل؟
المتوقع حصل، ظني ما خابش فيه، قفشته. يا بنتي حرام عليكي، قفشت ايه؟ هو انت كل شويه تقفشيه؟ حرام عليكي يا جيجي، انتوا لسه متجوزين. اهدي بس، اهدي بس وفهميني، اكيد في حاجه غلط. مفيش حاجه غلط، انا مش هقدر استمر كده ولا اقدر اعيش معاه بالطريقه دي، انا لازم اتطلق، لازم اتطلق. مين هدى دي؟ واحدة لا أعرفها ولا عمري كلمتها، مين؟ ما يمكن واحدة من الحاجات القديمة وأنت ناسيها بتحصل. لا لا يا شريف، لا، علاقات قديمة دي أنا عمري ما عملت علاقة مع أي واحدة، يعني كان في علاقات كده عابرة يعني من طرف واحد، بس يعني علاقة يعني ما فيش، ما أنت عارف على إيدك يعني. ما يمكن علاقة من العلاقات ديت، أنت مش فاكر البنتين اللي تعرفنا عليهم في شرم زمان؟ البنت الحلوة أم عينين جميلة ديت اللي أنت علقتها، وصاحبتها التخينة اللي وقعت في أرابيزي، ما يمكن واحدة منهم؟ لا لا، ما أعتقدش، ما أعتقدش. فرضاً كان كلامك ده صح، عرفوا منين ميعاد فرحي؟ عرفوا منين إن أنا عامل فرح في الأوتيل ده؟ صباحيتي؟ عرفوا منين إن أنتوا سهرانين في الأوتيل للصبح؟ ما يمكن جت حضرت الفرح وإحنا ما خدناش بالنا، كان في واحدة واقفة قدام صينية الجمبري مش عايزة تتحرك ومحدش عارف كان مين اللي عازمها. جمبري إيه يا شريف؟ أنت بتهزر؟ يا شريف والنبي تركز يا شريف. طب اسمع، وريني صورتها. ما عايز ايه بصورتها يعني؟ وريني بس، هنوصل ان شاء الله، بس وريها لي. وريك بس، بس انا مش فاهم انت عايز ايه بصورتها يعني. وريني بس. اه ايه صورتها؟ اوبا، دي جامده. هو ايه هو انا بعرضها عليك يا شريف؟ دي اللي خربة بيتي يا شريف. طب هات هات، انا هعمل لها اد من عندي وهبعت لها على الماسنجر ونشوف هتعمل ايه. شوف. غلطانه يا جيجي، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه اصلا تفتحي الفيسبوك بتاعه؟ طبعا لازم يزعل. والله العظيم انت مجنونه. خدي. مش عايزه بسكوت، مش عايزه بسكوت. انا البسكوت ده هو سبب البلاوي كلها، انا اتعرفت عليه بسبب البسكوت ده. خلاص خلاص خلاص، بلاش بسكوت، انا هاكل بسكوت. وبعدين يعني ايه انا غلطانه؟ غلطانه في ايه انا؟ غلطانه عشان بغير عليه؟ طب ما انا بحبه، اي واحده بتحب جوزها لازم تغير عليه، فين الغلط بقى؟ يا بنت افهمي افهمي، الرجاله دول طول عمرهم عينهم زايغه، حتى لو متجوزين ملكه جمال الكون. اساليني انا، امال انا اتطلقت من اسامه ليه؟ مش عشان نفس السبب؟ وبعدين اخدت ايه؟ ولا اي حاجه، عايشه لوحدي وندمانه. جيجي بلاش تعملي زي، استغفر الله العظيم. اقول لك على حاجه، احسن حاجه ترجع الشغل. الاجازه بتاعتي اصلا ما خلصتش، وحتى لو خلصت ما اعرفش اعمل ايه، انا خلاص مش عارفه افكر خالص. وانت عامله ايه مع اسامه؟ هعمل ايه يعني؟ عادي، انا عايزه ارجع له، هو مش عايز، الطبيعي بتاعنا يعني. يلا انا داخل الحمام. اهو يا عم، انا بعت لها مسج ونشوف بقى هترد عليها تقول ايه. عارف يا شريف، انا شاكك فيك، ورحمه امي لو طلع ده مقلب من مقلبك لأنا موريك. يا راجل عيب عليك، أنا أخرب بيت صاحبي بإيدي برضو؟ أنا كبيري شوية الهزار السخيف ده وخلاص، لكن تشك فيا بعد الزمن ده كله؟ أعمل إيه يا شريف، أنا بقيت بشك في نفسي. أقول لك على حاجة؟ أسهل حاجة أطلق جيهان. أنت لحقت؟ ده أنت بقالكش أسبوع متجوز، من أول مشكلة كده عايز تطلق. على إذنك. رايح فين؟ هروح البيت ألم هدومي وأخد لي إجازة يومين أفكر وبعديها أخلع، أنا قرفت. تروح؟ استنى يا عادل، يا عادل استنى، انا جاي معاك. نورا موبايل.
على التليفون ده؟ ايه اللي على التليفون؟ انتي مسمعي نفسك هدى على الفيسبوك؟ اخدتي بالك؟ ده اكونت فيك يعني، كل البنات بتحب تعمل كده، ف حبيت اجرب يعني. اشمعنى هدى بالذات يعني؟ يعني ايه اشمعنى هدى بالذات يعني؟ وبعدين انتي مالك انتي؟ انتي بتفتحي تليفوني ليه اصلا؟ انا مش مصدقه، ده انتي اختي، انتي اللي بتعكسي عادل، انتي اللي بتعكسي جوزي. الو، صباح الخير. ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي. مش ده رقمه برضو؟ ده رقمه. انتي مين؟ انتي المدام مش كده؟ صباحا يا مباركه يا مدام. ميرسي. انتي مين؟ انا هدى زميلته. بليز، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. بقول لك ايه، ما تيجي نرزل على عادل زمان وصحي من النوم. تصدق فكره، انت جاي في اي مصيبه كده؟ يخرب بيت سنينك. الو، عايزه ابوظي لي جوازي من اول يوم؟ انا عملت فيكي ايه؟ انا وانت كنا اكتر من الاخوات الحقيقيين. انت ضايع ردي عليا، عملتي فيا كده ليه؟ انت حد قال لك تتجوز؟ ما انت كنت بعقلك. ما انا ما كنتش عارف انها هتطلع كده، دي شكاكه قوي. هما كل الستات كده شكاكين. بعدين يا ابني انت لحقت؟ استهدى بالله كده، انا جاي معاك يا عادل عشان اصالحكم، ما تصغرنيش. ماشي. لا لا والله، خلاص ربنا يقدم اللي فيه خير بقى ان شاء الله. شوف اخرتها معاه خير ان شاء الله. هي دي بقى الست هدى، مش قلت لك انا حسيتها ما تخيبش ابدا؟ يا خاينه، عملت فيا كده ليه؟ ها؟ عملت فيا كده ليه؟ ايوه، وسع. انا اللي عملت كده، عارفه ليه؟ عشان انت خيوره ومجنونه كمان. انا اللي خيوره برضه؟ ايوه خيوره، وست كده خيوره، وانت ما تستاهليش واحد زي عادل. انا اللي استاهله. انت عايزه تضيعي مني زي ما انا ضيعته اسامه. انت قلت بقى تلهفيه منها وهجوعها اولى بلحم طوره، مش كده؟ روحي يا كلبه يا وسع، انا هتفرجك هنا بس. يا مجنونه، مجانين دي لازم تروح مستشفى. يا عم تطلعوا بره بقى. في يا جماعه ما تصلوا على النبي كده وتستهدوا بالله، دي ساعه شيطان. في يا جيهان، جوزك بيحبك على فكره. هو اي نعم كان فلاتي زمان، بس دلوقتي ربنا هداه على يدي. استهدوا بالله كده وصلوا على النبي. ماشي. وانت صالحها؟ انا اقول لك تصالحها ازاي؟ ماشي. تحب اجيب لك رز بلبن من تحت يا عم؟ خلاص يا شريف، رز بلبن ايه يا عم؟ صنات بسبوسه. امشي. ماشي ماشي. طب اطمني. هطمنك. بقول لك شريف، وده وقف. خلاص يا جيهان اهدي. سامحني عادل، انا عارفه اني عملت حاجات كتير قوي غلط، كان ممكن تهدي بحياتي عشان خاطري. ما تزعلش، انا خلاص مش هثق في حد تاني بعد كده. لا بالعكس يا جيهان، لازم تثقي في كل الناس، بس قبل ده كله لازم تثقي فيا انا. انا جوزك وحبيبك، صح؟ سامحني عادل، انا اسفه بجد بجد اسفه. معلش، حصل خير يا حبيبتي. ما ترد على التليفون. ما بتردش على التليفون ليه؟ رد على التليفون. ايه
عادل 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 انت فين يا عادل؟ انت فين؟ انت بتخوني انت بتخوني الحقني انت بتخوني عادل عادل عادل. في ايه جيهان؟ في ايه حبيبتي؟ الحمد لله على سلامتك. انا فين؟ انا فين؟ في المستشفى يا حبيبتي، وانت خلفتي وجبتي بنوته زي القمر. وانت فين يا حبيبتي؟ انا جنبك وماسك ايدك وببوس ايدك. يا جدي يا روح، بصي تشك، بصي قمر ازاي، بصي بصي يا روح يا جمال. ايه ده؟ يا حبيبتي يا روحي يا روحي يا روحي يا حبيبتي يا حبيبتي. دي شبهي، دي شبهي انا، دي جميله يا روحي، دي حلوه زي امها يا روحي. ايه الحلاوه دي؟ هديها شويه، هديها لا والنبي شويه بس. لا لا بسم الله. طب هنسميها ايه؟ بسم الله مش عارفه نسميها. دي ايديها صغننه قوي. اديها شويه، هنسميها جيهان. دي شبهي جيهان بقى، يعني امها جيهان وهي جيهان. بصي انا مقترح يعني اسم حلو قوي وبحبه قوي، انت اسمك فريده، ايه رايك في الاسم ده؟ حلو قوي. فريده؟ اه. اشمعنى فريده؟ يعني في حاجه معينه فريده؟ يعني ايه بتحبه قوي ليه يعني؟ عادي يعني كان ممكن اقول لك مديحه، شهيره، يعني اسم حلو يعني. بس يعني طب ده حلو، اسم فريده يعني. انت كنت تعرف حد اسمه فريده في مثلا في حته في المدرسه في الجامعه في الشغل او عادي؟ احكي لي يعني. مش فاكر يا جيهان يعني. ايوه اما يعني ايه اللي خلى اسم فريده تحديدا هو اللي يلزق في دماغك لدرجه انك عايز تسمي؟ كان نفسي ارجع البيت وانت معايا وتنام في حضني 9 شهور بحلم اني اشوفك. كان نفسي افرح بيك. كنت مستنياك عشان ابدا حياتي كلها بيك، منك لله يا حياتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حاتم. يا وجع قلبي. سافر؟ سافر امتى؟ هو لحق يسافر؟ طب وسايب محمد عندك ليه؟ مش فاهمة. أنا هاجي أخده دلوقتي. تنازل إيه؟ انت مجنونه يا ست انت؟ انا ما مضيتش تنازل عن ابني. لا طبعا ما مضيتش تنازل عن ابني. انت كدابه وابنك كداب. الو، في ايه يا مريم؟ ماما حاتم اخد محمد ابني وسافر بيه بره مصر. يا نهار اسود، الورقه اللي مضاها لي امبارح ما كانتش عشان ابري، دي ورقه تنازل عن محمد. وانت ازاي تمضي على حاجه من غير ما تعرفي فيها ايه؟ ما قريتش يا ماما، ما خدتش بالي. يا نهار اسود. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حياتي. انا هعمل ايه ماما؟ هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل عمل ربنا يا بنتي. ربنا مش هيسيبنا ان شاء الله. ربنا مش هيسيبنا يا بنتي. بنتي هتروح مني يا شيماء ومش عارفه اعمل ايه. مفيش حاجه في ايدي اقدر اعملها. ما تقوليش كده يا طنط، يعني هي سايبة البلد برضو فيها قانون. قانون ايه يا بنتي؟ قانون ايه؟ ما تقلقيش هنتصرف ان شاء الله، ما تقلقيش. طب هو انا ممكن اطمن على مريم؟ هي مريم نايمة بس ممكن تخش تصحيها؟ لا لا خلاص سيبيها مرتاحة، هبقى اجي لها مرة تانية وسلمي لي عليها. اخليكي يا بنتي. لا معلش حبيبتي.
معلش 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 معلش. شفت الجرالي يا شيماء؟ ولا هديش اشوفه حتى. ولا هديش حتى وصفتوش. ما تقلقيش، اقعدي اقعدي ارتاحي ارتاحي. خلاص يا حبيبتي. انت ما نمتيش يا مريم؟ ما هو عرفتش انام. خلاص معلش يا حبيبتي، هنتصرف ان شاء الله، هيرجع لك. طيب ما حاولتوش تكلموا مامته؟ أفندم، ممكن أتكلم معاكي شوية يا طنط؟ مفيش كلام يتقال، ابني وطلقك وابنك وسافر معاه زي ما قلتلك في التليفون. عايزة حاجة تانية؟ يا طنط حضرتك أم وأكيد حاسة بيا، أنا ملحقتش أضم ابني في حضني حتى 5 دقايق من بعد ما اتولد. محدش قالك تتنازل عنه، وبعدين يا حبيبتي انت كاتبة تنازل عن كل مستحقاتك وعن ابنك كمان. يعني ايه؟ ابنك خدعني، ضحك عليا وسرق ابني مني. انت جايه ببيتي تقلي ادبك عليا وتعلي صوتك عليا؟ امشي اطلعي بره. لا مش همشي. لا هتمشي. لا انا هتمشي. رايحه فين يا دنت؟ الله يخليكي الله يخليكي، حطي نفسك مكاني. انا لا يقطعوني وموتوني ما اتمناش اكون زيك وابيع ابني بقى. انت وام انتي الحمد لله ان ابني خلص منك ومن عرفك. يا دنت لو محمد في مصر قولي لي مكانه. الله يخليكي ما تحرقيش قلبي عليه. ابنك سافر سافر، ما توجعش قلبي. وهو ابنك ياخد ابني ويسافر بيه ليه؟ ده لو كافر ما يعملش كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت بتحاسبيني على ابني وصوتي؟ انت خدك سبتين ضاهيه. طب انا مش هسكت على فكره، وهسجن ابنك عشان احرق قلبك عليه زي ما حرقت قلبي، وهجيب ابني ولو في اخر الدنيا. ابني تقدري هنعمل ايه؟ قولي يلا سبتين ضاهيه عندك قلبي. يا ساتر جاتك وجع في قلبك. محمد ماما يا قلبي بتعيط ليه يا قلبي؟ متعيش. انا جيت حبيبتي.
محمد؟ يا مريم، يا مريم، محمد، يا مريم، محمد، يا مريم، تعملي ايه يا مريم؟ يا مريم، يا مريم، عايزة تموتي نفسك يا مريم، الحقيني يا معوض، يا مريم. انهيار عصبي. انا هكتب لها على شويه ادويه ومهدئات، لو ما اتحسنتش هنضطر ننقلها للمستشفى. هو المستشفى الحل؟ ما هي ممكن تسهيك وتحاول تموت نفسها. الاسبوع اللي فات حاولت تنط من البلكونه. طب خلاص، انا هتابع حالتها من البيت، بس على فكره هي محتاجه شويه رعايه واهتمام. يا دكتور، دي بنتي الوحيده، ده انا اخدمها برموش عينيا. انا ماليش غيرها وهي ملهاش غيري. انا بس عايزه افهم هي عندها ايه؟ اكتئاب شديد نتيجة الظروف اللي مرت بيها. لا مؤاخذة، عجزة حضرتك محسسة بقلة الحيلة. وانا ذنبي ايه يا دكتور؟ من فضلك يا مدام، انا مش عايزة اضايق حضرتك، بس لازم اكون صريح مع حضرتك ولازم احطك في الصورة. هي نفسيا هشة وضعيفة، لازم تكون مسنودة على ام قوية. عندك حق يا دكتور، ما كنتش اعرف ان دموعي هي سبب تعبها، واني قهرتي واحساسي بضعفي هو اللي عياها. اتصلي بيا في اي وقت، بس من فضلك انا عايز اشوف ابتسامتك عشان لما تصحى ما اشوفش دموعك. حاضر حاضر يا دكتور، شكرا. تحت امرك، تحت امرك. السلام عليكم. ألف سلامة عليك يا مريم، ربنا يصبر قلبك يا ضنايا ويرد لك ابنك قادر يا كريم. حبيبي ماما، ربنا معاك يا حبيبتي، يشفيك ويبعد عنك كل شر. عملك فطار يا مدام؟ لا متشكرة، حضر الفطار لمريم واعمل لها حلبة بالعسل. ها؟ حاضر يا مدام. تمام. يا رب خير. ايوه يا طنط. الو، ازيك يا شيماء؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. معلش يا حبيبتي انا معطلك عن شغلك. لا 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 ابدا يا طنط خالص، حضرتك كلميني في اي وقت. مريم كانت هتروح مني يا بنتي. خير يا طنط؟ حصل حاجه؟ لا الحمد لله، قدروا لطف. ان شاء الله ان شاء الله ابنها يرجع لها تاني وهيبات في حضنها، ما تقلقيش يا طنط. بس حضرتك خلي عينك عليها، ما تقلقيش يا طنط، ما تقلقيش، انا هتصرف. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يخليكي ويعمر بيدك. ايوه انا عارفه انك هتتصرفي، شكرا قوي قوي.
مع ألف سلامة. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو؟ أيوة يا هاني. تسلم ايدي. طمني خالص يا مدام مريم، الورقة اللي في ايده دي ملاش اي سند قانوني. بجد يا استاذ هاني؟ يعني هو دلوقتي حضانة محمد مش من حقه؟ اكيد لا طبعا، مجرد انه كتب الورقة دي معناه انه ملوش اي دراية بالقانون. بس السؤال، انت مضيتي على اي مقابل مادي في الورقة دي؟ معرفش، انا مضيت من غير ما اقرا. عموما انا هبدأ في الاجراءات من بكرة وخير ان شاء الله. طيب بالنسبه ان هو خد الولد وسافر بره، احنا هنرفع القضيه، وزاره الخارجيه بعد كده بتعمل نشره باسمه وصورته وتوزعها على كل السفارات بره. طب ودي فايدتها ايه؟ لا الفايده كبيره قوي، مجرد ان هو يعمل اي غلطه اي مخالفه احنا لينا رجالتنا بقى في السفارات دي بنعرف نجيبه. طب واحنا هنستنى لما يغلط ولا يعمل مخالفه؟ افرض ما عملش. ايوه ما هو مش معقول الكلام ده برضو. مش بس كده يا جماعه، اطمنوا بس واهدوا، احنا لينا رجالتنا، مجرد انه يخرج من المطار يدخل مينا احنا بنعرف نجيبه، ده شغلنا. ربنا يطمن قلبك يا حبيبي، والله احنا مش عارفين كنا من غيرك هنعمل ايه. احنا لسه ما عملناش اي حاجه. هاني هاني زي اخويا يا طنط، انا وهو متربيين مع بعض من لما كنا ساكنين في شبرا. يعني يا استاذ هاني، ورقه التنازل اللي انا مضيت عليها دي ملهاش اي قيمه لا شرعا ولا قانونا؟ اطمني خالص، الورقه دي بالله ويشرب ميتها. حق يا ابني، لو رجعت لنا محمد ليك عندي مكافأة كبيرة جداً، ده غير أتعابك كمان. لا ده أنا كده هزعل بقى يا هانم، ده لسه شيماء بتقولك إحنا أخوات وجيرة، عيب يعني؟ إحنا شبراوية يا استهانم، عيب. طمني اطمني. طب اتفضل القهوة. وحشتني قوي يا محمد، نفسي أشوفك ولو يوم واحد بس، حتى لو بعده هموت. فاتت سنة يا محمد، سنة. يا ترى شكلك ايه يا حبيبي دلوقتي؟ يا ترى بتسأل عليا؟ يا ترى نفسك تشوفني زي ما انا هموت واشوفك؟ طب ابوك قالك عليا ايه؟ اكيد قالك ان انا مت، بس انت اكيد حاسس. أنا بموت فعلا طول ما أنت مش جنبي، بموت كل يوم لحد ما ترجع لحضني. وحشتني قوي يا محمد، فاتت 3 سنين يا حبيب قلبي ماما، 3 سنين من غير ما اشوفك ولا مرة، ولا حتى سمعت صوتك في التليفون. بس انت عمرك ما غبت لحظة عن بالي، ان انا كل ما اسمع طفل بينده على امه بحس ان انت اللي بتنده عليا، وكل ما اشوف ولد صغير اقعد اقارن بيك واقول اكيد محمد احلى منه، اكيد اجمل منه. نفسي اسمع صوتك
نفسي اشوفك يا محمد، مش عارفه اعمل ايه. الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب. فاتت 4 سنين يا محمد، وأنا كل يوم قاعدة في وسط أطفال في نفس عمرك بشوفك فيهم، وبموت لما بحضن حد منهم، بحس إني حضنك أنت. بس برضو مش زي لما تكون أنت، أنا عايزك أنت اللي تبقى في حضني، حضن ماما. صباح الخير. صباح النور. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قوي قوي، اتفضل. هي الاستاذه اللي قاعده هناك دي مشرفه معاكي هنا في الدار؟ اصل انا كل ما باجي بقابلها. مدام مريم؟ اه، دي بتيجي كل يوم بتجيب حلويات للاطفال وتقعد تلعب معاهم، بتحن عليهم يعني. اه، بتيجي هنا كل يوم؟ ما بتفوتش يوم، اصلها صاحبه مدام شيماء مديره الدار. اوكي، طب انا ممكن اقابل مدام شيماء؟ قوي قوي يا فندم، اتفضل. لا، هي مطلقة، بس الحقيقة يا أستاذ طارق أنا مش عارفة رد مريم هيكون إيه، بس خليني أسألها ونشوف، هي أكيد مش هتلاقي أحسن من حضرتك. متشكر جداً، وخايف أكون بتعبك معايا، بس بصراحة كده أنا من ساعة ما شفت مدام مريم وأنا معجب بيها جداً، وزي ما قلتلك أنا عايش لوحدي وبصراحة مش هلاقي أحسن منها. كفاية يعني إنها صاحبتك، وحضرتك يعني في غاية الأدب والاحترام. متشكرة أوي. هي مريم مش بس صاحبتي، هي أكتر من أختي، بس للأسف حظها ما كانش كويس. مين عارف، يمكن ربنا يبعت لها نصيب أحسن. شكر جدا، وهستنى ردك في أقرب وقت. بالنسبة للحاجات اللي طلبتوها من الشركة عندنا، أيوة، المندوب هيكون موجود بكرة. مع السلامة. شكرا. شكرا. شيماء، انت طلبتيني؟ اه يا حبيبتي، كنت عايزاكي. انا كمان كنت عايزاكي على فكره. القلوب عند بعضها، بس قولي انت الاول. طيب، انا كنت عايزه اطلب منك ان انا اشتغل معاكوا هنا في الدار، ومش مهم الفلوس، بصراحه مش بيكفيني الساعتين اللي بقضيهم هنا مع الولاد كل يوم، ووجودي معاهم بيعوضني كتير عن غياب محمد ابني، وبحس ان انا ارتبطت بيهم وعايزه اقضي معاهم اوقات اطول. هما كمان بيحبوكي قوي وتعلقوا بيكي قوي، بس انا عندي ليكي حل احسن من كده ويأملك مستقبلك كمان. جواز تاني يا شيماء؟ هو انت وماما ما بتيأسوش؟ يا حبيبتي انا اتجوزت مره وخلاص، جرالي فيها ما جرالي. يا حبيبتي ما هو مش عشان تجربه جواز فاشله هتنسي نفسك، حرام عليكي، انت بنت حلوه وصغيره وميت واحد يتمناكي. بعدين انت مش كنتي عايزه بنوته؟ اه، نفسي قوي اجيب بنوته، ده انا هفرح قوي لو محمد بقى عنده اخوات ويبقوا كتير كده وعزوه. ما انت عارفه انا عشت عمري كله وحيده، ما كانش عندي اخوات، بس فكره الجواز نفسها انا مش قادره اتقبلها دلوقتي. انا ما بفكرش في حاجه ليل نهار غير ان انا ارجع ابني. والموضوعين ما يتعارضوش مع بعض، ايه المانع لما محمد يرجع يلاقي اخواته حواليه؟ لا ازاي، لو اتجوزت مش هعرف ارجع ابني ابدا، ساعتها ابوها هيبقى قانونا من حقه انه ياخده. ما انت عارفه الحضانه مش هتروح لماما علشان ظروف مرضها، وكده هخسره خالص. يا حبيبتي انتي رافعه قضيه بقالك 4 سنين وسنه ورا سنه، ويا عالم هيرجع ولا مش هيرجع. انا اسفه، ما كانش قصدي ازعلك ولا ضايقك، بس حتى حماتك مش عايزه تقولك هما فين ولا في انهي بلد. مريم فكري كويس، انا شايفه انه ده حل مناسب عشان تنسي اللي حصل من حياتك، وطارق محترم وكويس. انا بشتغل معاه بقالي سنه في الدار، عمري ما شفت منه حاجة وحشة أبدا. أنا ما عنديش اعتراض عليه، أنا اللي مش هقدر. خلي أملك في ربنا كبير، وعيشي حياتك وتجوزي، وابنك أكيد هيرجع لك، لأن ربنا عمره ما بيرضى بالظلم أبدا. يا رب.
حبيبتي ما هو مش عشان تجربه جواز فاشله هتنسي نفسك. حرام عليكي، انت بنت حلوه وصغيره وميت واحد يتمناكي. بعدين انت مش كنتي عايزه بنوته؟ مين احسن واحد يلعب بالكره دي، انت ولا انت؟ طب اللي هيلحقها الاول هو اللي هياخدها. مين عايز اللعبه الحلوه دي؟ لا يا جنى دي بتاعت ولاد. انت بتحبيها؟ طيب فارس بقى كان طالب دي وانا جبتها له، ايه رايك؟ مبسوط؟ كويس. وانا عاوزه ايوه قلت لك العب بيها بس مش في دماغي. برافو عليك، اجري وراها. صباح الخير. صباح الخير. ممكن اتكلم معاك شويه؟ اتفضل. طيب اتفضلي اتفضلي. اعرفك بنفسي الاول، انا طارق الشاذلي، محاسب في شركه قطاع خاص ولينا تعاملات هنا كتير مع الدار. ما اخبيش عليك يعني سالت عليكي مدام شيماء وعرفت ان انت ما بتشتغليش هنا، بس كل ما باجي بلاقيكي واقفه مع الاطفال. في ايه؟ انا برتاح لما اجي اقعد معاهم واستمتع وانا بتعامل معاهم، انا بحب الاطفال. صدفه غريبه قوي، انا كمان بحب الاطفال قوي بجد. بنسى نفسي وانا معاهم وبحس بسعاده كبيره قوي. وانا كمان كويس. انا يا ستي اتجوزت مره قبل كده بس ما قدرناش نكمل مع بعض. وخلفته؟ لا ما خلفناش. ليه؟ قصدي يعني ما كملتوش ليه؟ اصل انا كنت بشرب كتير تقدري تقولي كده، كنت مدمن خمور. كنت ولا؟ لا كنت طبعا، دلوقتي خلاص انا مبطل بقالي سنتين تقريبا، انه بدا يعمل لي مشاكل مع عيلتي وفي الشغل فكان لازم ابطل. وانتي بقى؟ انا ايه؟ طلقتي ليه؟ كان بيخوني ولما كنت بعترض كان بيضربني واكتر من مره ما قدرتش استحمل. عندك حق طبعا، الواحد لو جه على كرامته مره خلاص يفضل يتنازل طول عمره، بصراحه ما فيش اي حاجه تستاهل ان بني ادم يتنازل عشانها. هو الحقيقه كمان ان هو لما اخد ابني من حضني كسر جوايا حاجات كتير قوي. ان شاء الله ابنك يرجع لك قريب وتشوفيه وتاخديه في حضنك تاني. يا رب. بتقولي ايه يا مريم؟ عاوزه تتجوزي واحد خمرجي؟ ده انت بعد حاتم يا ما تقدم لك عرسان اشي مهندسين واشي دكاتره. هو مش خمرجي يا ماما، هو كان عنده مشكله وخلصت خلاص، وده اللي انا مقتنع بيه. وكفايه قوي اللي جرالي نتيجه انكم غصبتوني ان اتجوز حاتم. المره دي انا هتجوز باختياري. ماشي يا بنتي ما قلتش حاجه. طب نسال عليه؟ نسال عليه تاني؟ انا سالت عليه وعرفت عنه كل حاجه خلاص. يا بنتي انت عارفه انا نفسي اجوزك وافرح بيكي وتبقي اسعد الناس. طب وابنك محمد لما يرجع بالسفر؟ انت عارفه ظروفي، انا ما اقدرش اضمه لحضانتي. Thank you.
اتفضلي يا مدام مريم. كده نقدر نقول ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك يا حبيبتي. ربنا يتمم لك بخير يا رب. مريم، مريم، فين دي؟ انا رسمت ايه ده؟ تخيلي الشكل ابني. وريني كده. ان شاء الله يا حبيبتي ابننا هيبقى عمر كده ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا قصدي على محمد ابني. ابني انا يا حبيبتي. انا ابنك وجوزك واخوكي وابوكي وجوز عمتك وعمتك كمان. اكيد يا حبيبي. بس انا متخيله ان محمد هيبقى شكله اقرب ليا، يعني ملامحه هتبقى شبهي انا. يعني هيطلع شبهي انا اكتر ولا يطلع شبه ابوه؟ طب انا هدخل اكمل نوم عشان انا ما نمتش كويس. لو عاوز تبقى حصليني. انا تعبت يا شباب، تعبت وجبت اخري معاها خلاص. بس انت متجوزها ومن الاول عارف ظروفها. عارف ظروفها كويس ومتعاطف معاها جدا. بس خلاص بقى، ما بقتش قادر استحمل جو الكآبة اللي هي عايشه ومعيشاني معاها فيه ده. انا بدات ازهق بصراحه. خايف اندم. تندم على ايه؟ مش للدرجه دي يعني يا طارق. وبعدين مريم بتحبك وانا كمان بحبها، بس ما ينفعش تعيش حياتها كلها لابنها اللي مش موجود ده. انا لغايه دلوقتي مش حاسس ان انا اتجوزت. احنا لسه متجوزين قريب، امال بعد كام سنه هتعمل ايه؟ حاضر يا دور، انا هكلمها والفت نظرها. وانت كمان حاول تستحملها شويه. انت عارف يعني الظروف اللي هي بتمر بيها مش سهله ابدا. هي محتاجه تحس انك انت واقف جنبها وفي ظهرها. حاضر يا شيماء. حاضر، هستحمل كمان شويه. تعالوا نشوف بقى الواقعه اللي اتكلم عنها اللواء محمد كمال. وورد لنا بلاغ من خال الطفل يوسف باختفائه عن المنزل. يا حبيبي يا ابني. وبعدها في اتصالات هاتفيه بتطلب فديه. على الفور وبالانتقال وبعمل فريق بحث. سفير. بدانا نحدد خط سير الطفل المخطوف. ايه يا حبيبتي؟ بتعيطي ليه؟ في ايه تاني؟ اللي بتتصل جايبين ولد يا عيني خطفوه من قدام باب بيته واهله كانوا سايبينه يلعبوا وطلعوا ورجعوا ما لقوهوش بقالهم 3 شهور مش عارفين يلاقوه تاني. زمان امه يا عيني قلبها محروق عليه. معلش يا حبيبتي اطمني، اكيد اهله هيلاقوه ان شاء الله. خلاه ازاي؟ ما هو مش عارفين يرجعوه. واللي بيتخطف بالطريقه دي ما بيرجعش، ما بيعرفوش يلاقوه تاني. هو انت تعرفيه يا حبيبتي؟ تعرفي الواد ده؟ ما اعرفوش، بس فكرني بمحمد. ما انا برضه مش عارفه الاقي ابني. هي دي السيره اللي مش هنخلص منها. هو مفيش يوم واحد هيعدي علينا من غير نكد وقرف. في ايه بقى؟ ما ترحميني. يوه طبعا المدعو احمد.
معقول طبعا تكوني انت بتتكلمي النهارده في الموضوع ده بالصدفه. اكيد طارق اشتكالك. انا بتكلم معاكي عادي على فكره، الراجل ولا اشتكالي ولا اي حاجه. لا هو اشتكالك يا شيماء، وحتى لو اشتكالك هو عنده حق. انا فعلا مش قادره اتغير. انا كنت فاكره ان انا لما اتجوز هنسى اللي حصل لي وهتشغل بحياتي الجديده، لكن موضوع محمد ما بيروحش من بالي ولا لحظه. بالعكس انا حاسه ان انا لما كنت لوحدي كنت احسن. ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده، انت كده هتضيعي طارق من ايديكي، وبعدين هو ما يستاهلش منك كل ده. غصب عني يا شيماء، والله انا حاولت، لكن الظاهر ان انا اتعقدت من الجواز. منه لله حاتم بقى، ربنا ينتقم منه، اللي عمله ده دمرني نفسيا. يا حبيبتي انت زي الفل، انا عارفه الموضوع صعب ومش سهل، محتاج وقت. ادي نفسك فرصه وكل حاجه هتبقى كويسه. يا رب، انا نفسي والله. طب بصي يا ستي، انا وهشام عازمينكم بكره على العشاء، وهي فرصه، احنا بقالنا كتير قوي ما خرجناش مع بعض، وهخلي هشام يكلم طارق يعزمه. خلاص، شكرا يا شيماء، ربنا ما يحرمنيش منك. ما تقوليش كده، انت حبيبتي. ايه ده انتي لابسه كده ورايحه فين؟ مفيش، انا هروح بس ازور عمه محمد عشان عرفت انها رجعت من السفر امبارح وعايزه اسالها عليه. محمد ابنك؟ طب وهشام وشيماء اللي المفروض نقابلهم النهارده هنعمل فيهم ايه؟ اوكي هاجي لكم على هناك بالليل احصلكم. متاخروا شويه؟ يعني زمانهم جايين. طب عايز لك ايه بقى؟ لما يجوا بنبقى نطلب. مساء الخير يا جماعه. اهلا، ازيك يا طارق؟ ازيك يا هشام؟ عامل ايه يا معلم؟ تمام. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. هي مريم فين؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ يعني مش عارف. قبل ما انزل قالت لي انها هتروح عند عمه ابنها عشان تسال عليها، وقالت انها هتحصل ده لو جت بقى. لا اكيد هتيجي، يعني مش معقول مش هتيجي. ولا ما تجيش؟ خلاص ما بقتش تفرق معايا. هي دي صحبتك؟ هي دي اللي قلت هتنصحيها؟ أنا بجد يا جماعة خلاص جبت آخري معاها. معلش، إن شاء الله ربنا هيهديها. إن شاء الله. طب عن إذنك. إيه يا طارق؟ ما تصبر عليها شوية، ما أنت عارف. أصبر إيه أكتر من كده يا هشام؟ أنا جربت كل حاجة معاها. أنا خلاص بقيت كاره حياتي. حياتنا بقت نكد في نكد وكآبة. طب صلي على النبي بس، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. برضه ما رضيتش تقول لي على مكانه يا ماما. هما متفقين عليا، كلهم متفقين عليا. معلش، اصبري يا بنتي. الصبر من عندك يا رب العالمين. الصبر من عندك يا رب العالمين. ايوه شيماء. ايوه يا بنتي، انتي فين؟ لا انا كويسه، بس مش هقدر اجيلكم. انا تعبانه قوي. معلش خليها مره تانية. ماشي طيب خلاص، نتكلم بعدين. هكلمك بعدين، بس كنت عايز اطمن عليكي. مع السلامه. ايه يا طنط؟
أنا كويس الحمد لله. هي مريم فين؟ هي جت من برا ونامت. نايمة؟ وعاجبك اللي هي بتعمله معايا ده؟ استحملها يا ابني عشان خاطري. سايباني قاعد لوحدي مع شيماء وجوزها. كان المفروض تحصلني دلوقتي. دي حتى ما اتصلتش بيا تقولي مش جايه ولا قالت لي ان هي جايه عند حضرتك. انت راجل يا طارق ولازم تقدر ظروف ام تاخد منها ضناها. تحب اصحيها لك؟ لا خليها نايمه. ولما تصحى بقى تبقى تروح البيت. مع السلامه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا 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 تاكلي يا مريم؟ قلت كلت يا ماما. بصي بقى يا بنتي، بصي لي، انا صحيح ما كنتش موافقه على جوازتك من طارق، بس خلاص دلوقتي بقى جوزك وله عليك حقوق، وانتي بقالك 3 ايام سايبه البيت من غير سبب وهو ملوش ذنب. وده يا حبيبتي ما يرضيش ربنا. ارجعي بيتك، ربنا يهديكي ويصلح لك الحال يا بنتي. حاضر يا ماما. حبيبي حبيبي صباح الخير يا حاتم. حاتم مين؟ أنا أسفة أنا أسفة أنا أسفة. أنا طارق على فكرة. أنا أسفة يا طارق، أنا أسفة قوي غصب عني، معلش. أسفة على إيه ولا على إيه بقى؟ يا طارق معلش، أنا لقيت نفسي أعصابي تعبانة، كل شوية عيط ومش عارفة أسيطر على نفسي، وأنا عارفة إن أنت ما بتحبش الجو ده. قلت أبعد. ده أنت حتى روحت لمامتك من غير ما حتى تعبريني التليفون. معلش يا طارق. معلش أنا عارفة إن أنا مقصرة معاك. كويس إن أنت عارفة. بعمل لك ايه بقى تفطر بيه؟
هاكل حاجه في الشغل. طيب هعمل لك ساندوتش تاخده معايا. قلت لك هاكل حاجه في الشغل. ايه ده يا طارق؟ طب انت حاطط الهدوم اللي مش نظيفه هنا ليه؟ كنت حطها في الغساله. معلش بقى، حياه العزوبيه انت عارفه. ما انا لو متجوز كانت مراتي خدت بالها مني، وما كانش ده بقى حالي. مش الدرجات يعني يا طارق، هما كلهم يومين اللي انا قضيتهم عند ماما. شيماء هي اللي قالت لي ان انت عند مامتك، انت حتى ما قلتليش. ولما رجعتي رجعتي بمزاجك. انا اللي غلطان برضه. انا اتجوزت قبل كده وعرفت انه مشروع فاشل، ايه اللي خلاني اتجننت في عقلي واتجوزت تاني مش عارف؟ غاوي وجع دماغ انا. طارق، يعني انت شايف ان جوازك مني غلطه؟ انت شايفه ايه مريم؟ انت ما كانش ينفع تتجوزي تاني. انت ما بتعمليش حاجه في حياتك غير ان انت بتفكري في ابنك وبس. وبصراحه بقى انا شايف بقى انك فعلا لحد كده. صحيح انت طالب. عايزه اقول لك على حاجتين يا مريم. اول حاجه عايزه اقولها لك ان انا بجد اسفه على اللي حصل. انا مش عارفه اودي وشي منك فين. انت ذنبك ايه يا شيماء؟ انت كنتي مجرد وسيط مش اكتر. انا اللي شايله مسؤوليه كل التصرفات اللي عملتها. وهو بصراحه طارق كان عنده حق. انا مكانش لازم ارتبط تاني. العيب فيا انا مش فيه. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها لك حاجة هتفرحك. تفرحني؟ طب قولي يا شيماء، أنا في عرض أي حاجة تفرحني. وليد أخويا شاف حاتم في مكة. حاتم في مكة؟ ومحمد كان معاه؟ أيوة حمدي كان معاه. بجد محمد كان معايا وهو شاف محمد؟ طب محمد شكله إيه دلوقتي؟ طب ما صورهوش، ما اتكلمش معاه، ما لحقش يعني يعمل أي حاجة؟ هو للأسف نده عليه، بس حاتم راح جري في الزحمة. بس معنى كده انه في امل، ما تقلقيش. احنا نكلم هين المحامي ونخليه يقدم طلب للخارجيه علشان هم يبعتوا للسفاره السعوديه، واكيد هيمسكوه. اتفقلي خير. السفاره ردت علينا، بس للاسف هو مش بيشتغل في السعوديه. هو كان بيعمل عمره وسافر. سافر على فين؟ سافر على دبي. طب ينفع نبلغ سفارة دبي مش كده؟ حصل. حصل ورجالتنا بتعمل اللازم دلوقتي. طيب الحمد لله، الحمد لله ربنا يطمنها. أنا بس مش عايزك تقلقي يا مدام مريم. المسألة بتاخد وقت، بس إن شاء الله ما تقلقيش. ما قلقش إزاي يا أستاذ هاني؟ أنا ما عنديش حاجة في حياتي أهم من الموضوع ده. حضرتك مش متخيل، أنا لا بعرف أنام ولا عارفة أعيش أساساً. والله أنا مقدر ظروفك أوي، بس أنا بوعدك إن شاء الله هيرجع. مسألة بس بتاخد وقت شوية. خير إن شاء الله. حسبي الله وكفى بالله حسيبا.
حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تقبل الله يا مريم. منا ومنكم يا ماما. يلا يا بنتي يلا قومي نتسحر. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا ماما. حاضر جايه وانا كمان. تسلم ايدك يا معود. ايه يا مريم ما بتتسحريش ليه؟ بكره صيام يا بنتي. النهارده عيد ميلاد محمد يا ماما. كل سنة وهو طيب يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قولي ورايا يا بنتي. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اجمع بيني وبين ابني. اجمع بيني وبين ابني. محمد ابن مريم. محمد ابن مريم. على خير مودة ترضاها. على خير مودة ترضاها. اللهم رده لي. اللهم رده لي. كما رددت يوسف إلى أبيه. كما رددت يوسف إلى أبيه. وكما رددت موسى إلى أمه. وكما رددت موسى إلى أمه. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك. على سيدي وشفيعي وحبيبي. على سيدي وشفيعي وحبيبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أستاذ هاني؟ ألو؟ أهلاً يا أستاذ هاني. موبايلها مش عارفة بينه فاصل شحن. إيه؟ بتقول إيه؟ لا بتتكلم جد؟ وهو فين دلوقتي؟ في القسم؟ إلهي ربنا يعمر بيتك يا رب. يا رب يخليك يا رب. إلهي ربنا يعمر بيتك يا رب. ربنا يخلي لك ولادك يا رب. ربنا يخليك ويعمر بيتك يا رب. مين مين ماما كريم مين؟ ماما مع السلامة يا أستاذ هاني. ده الأستاذ هاني. فيه؟ لا محمد. محمد ابني؟ أيوه. لا فين؟ هو في الاسم. يعني هو متأكد ان ده محمد ابني مش ابن حاتم؟ ايوه محمد ابنك. ابني انا ماما. ايوه ايوه محمد ابنك. يعني انا هشوفه. شوفي يعني نزلت دلوقتي روحت انا اشوفه. ايوه هتشوفي. بجد مش بحلم زي الخمس سنين اللي فاتوا. هلمسه يا هحضنه وهاخده في حضني كده واشوفه. ايوه هحط ايدي كده على وشه وهلمسه وهاخده في حضني. هو هيعرفني وهيحس بيا. هيعرفك هيعرفك يا حبيبتي. هحضنه هاخده في حضني فعلا فعلا. بس أنا خايفة أوي ماما. لا
لا ما تخافيش، انا عايزاكي تروحي هاديه مش خايفه. طيب حاضر هبقى هاديه، بس انا خايفه برضو. انا هقوم البس هبقى هاديه، بس انا خايفه ماما. ما فيش حبيبه ماما، مفيش. اهدي يا حبيبتي، استني استني ماما. انا خايفه لحظه. انا مش عايزاكي تروحي خايفه يا بنتي، عايزاكي تروحي هاديه علشان ابنك يشوفك هاديه وعاقله ورزينه يا بنتي. هو اكيد بيحبني واكيد نفسه يشوفني طبعا يا ماما. ما هو بيشوف اصحابه كلهم مامهاتهم معاهم، هو الوحيد اللي ما عندوش ام، اكيد نفسه يشوفني واكيد لما اخده في حضني هيحس بيا وهيحضني وهيبقى حنين عليا. مش كده؟ انا نفسي قوي اشوفه يا ماما. انا خايفه. انا ما تخافيش ما تخافيش، اهدي اهدي يا مريم، اهدي اهدي يا حبيبتي. طيب خلاص انا هقوم البس. و طب انا عايزه اخد له حاجه معايا، عايزه انا ممكن اخد له اي هديه من انا هاخد له كل الهدايا اللي انا كنت عماله اجيبها له طول الخمس سنين اللي فاتوا، مش هلاقيهم كلهم في الشنطه ما حدش شافهم، ولا هاخد له كل الهدايا اللي كنت بشتريها طول الخمس سنين اللي فاتوا عشان يفرح كده ويحس. طب انا هروح البس وهقوم واحنا في الطريق هبقى افكر في اي. بيحبوا مامهاتهم. اهدي يا مريم كده هتخد الولد. مالكش دعوه انت، شيل ايدك ما تتدخلش مني وبينه. يا حبيبي ما تخافش انا بحبك. بالراحه عليه بس يا مدام مريم، هو لسه مش واخد عليكي، استني عليه شويه. انا ماما يا محمد. انا عارفك، انا شفتك في الصور، انت وحشه، انت وحشه قوي، انت وحشه. يا حبيبي دي ماما اللي بتحبها وانا ديتها يا قلبي. انا شفتك في الصور انت كمان، انت وحشه. محمد انا مش وحشه يا حبيبي، مين اللي قالك؟ من نجل الله يا شيخ، كرهت ابني فيا وسيت قلبه عليا. ربنا ينتقم منك، ربنا يحبك يا اخي. فرحان بيه انت كده؟ ذنبه في رقبتك، بكره كل اللي انت علمته له ده هيعمله فيك وهيكرهك. علمته ايه؟ علمته الكره والجحود اللي جواك؟ هو ده بس اللي هو هيورثه منك، قلبك الاسود. منك الله، ربنا ينتهي منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بحبك يا محمد، انا مش وحشة يا محمد، انا بحبك يا حبيبي والله العظيم بحبك قوي. انا ما اعرفش بابا قال لك عني ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا طول عمري مستنيه ان انا اشوفك، وكان نفسي قوي ان انا احضنك واطبطب عليك. انا ماما حبي، وهفضل طول عمري مامتك، وهفضل طول عمري بحبك. نزع المحضر يا مدام ولا كمل اجراءات؟
في اي حاجه مطلوبه مني دلوقتي؟ لا تقدر تفضل. شكرا. لا.